ينسى حديدا وما قالوا فران وقاد بحومار وما حديدا وما قالوا فران وقاد بحومار وما حديدا راه راه وما حديدا راه 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 وما حديدا غينا الهلا خلينا ندخل سوق راسنا واي يا يا مروم المعقول غينا الهنا ومرقينا اللي فينا ويهنينا ويخلينا ندخل سوق راسنا دابا سي ام حديدان احنا كنسمعوك عندك الحجه والبرهان باش تفكر راسك من الزور والبهتان ولا اتصدق مكتف بحبال الكتان ومشنوق في هذاك المكان لا بنيتي لا اللي كيتربط ويتكتف ويتصيب ويترخف هو اللسان ولا فصح اللسان بالبيان قد ترفع عليه الحجة والبرهان إيوا اللسان خصو ينطق بالعقل ماشي غير جيبها فم وقول هذا علاش سيادنا عطيناه الحق باش يهضر ويقول كل ما عنده قدام العادي والبادي وتكونوا شهود علينا وعليه قدام الرحمن الميرة التزويج مخنطر بس ماشي هو هذا كيك لابس لا والو غير بغيت نقول لك شي حاجة ونسيت مزيان كيفاش مزيان مزيان الواحد ينسى مرة مرة الله جاد على الإنسان بنعمة نسيان عندك الحق بنت الأصل حيت كيف كيقولوا ناس زمان الناس طوب وحجر ونحاس ويا قوت ومرجان وفي هذه الصراحة ما خليتي ديما نقول ياك خليت لك الراحة الله يعاونك سادة يا كرام باللي حيالي هي فضلي ورأس مالي والحيال
ما هما سيوف ولا نبال، راس مالي غير هدرة وكلام. وكيف قالوا سيادنا الاولين لاول شرط ما سمعش مزيان، وقالوا سيادنا الاولين المغنى من لقر ما سمعتش مزيان، قرخبوا على سواد ديال الربح. ولا لا يزيد كتر، حكموا غيتوما يا سادة يا كرام. واش اللي توفر فيه لقر؟ واش نعيبوا عليه؟ لا ما سمعتش مزيان. واللي تاوى وشرط وتشرط، واش نعاودوا نزيدوا معاه الكلام؟ ما سمعتش مزيان. هذا الكلام خصو يتزمم. واش كاين عندكم شي حد يقيد هذا المقال؟ ها؟ وزعما انتم راكم قريتوا الرسوم، كل شي تما مزمم ومختوم. هيا 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 ولا ما طيح. هيا تسحبني هو انت. شفتك من بعيد عرفتك ما غاديش تزعم. وباش عرفتيها؟ مالك وليتي كتعلم الغيب؟ لا 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 لا، حيت بنتي ليا حاضر عينيك وكتحسب في صباع رجليك وعنانك طايح، ودخالي 100% باينه عليك كتحشم. وحشمت ولاني ملي خممت مع راسي لقيت كنتعلق فين تفلق. اللي حشم على عرضه واصله الناس كتعطيه وتزيد القيمه بلا ما تسولو شكون هو وشنو عنده كاع. عاش من عرف قدره وقده. هاي 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 هاي، هاد الشي كامل عرفتي ليه؟ ها؟ وغير وقفتي قدام بنت الحاكم وتلفتي. اي حقا انا بعت غير البير ولا اني الماء ديال العباد. وما رفهمكم على الحق مزموم. ها؟ سكتوا وخليتوا سركم مكتوم وكل شي واضح وباين، الصغير والكبير، باللي اللي ما فيه خير كان طردوه من قسمة سيدي بوعياد. ايوا على هاد القبال خلصوا لي الكرا ديالي. اش من كرا ديالاش؟ الا كان الما ديالكم البير ديالي، شحال هادي من عام وانا كاري لكم فين تخزنوا الما ديالكم؟ خلصوني في الكرا ديالي هادي سنين كلها، ولا ما عندكم باش تخلصوا سيروا قلبوا فين تهزوا الما ديالكم. هانتو ما سمعتوا، ها انتو ما فهمتو، ياك مني حفرت البير ياك كلكم سقيتوا ارضكم. ما سمعتش مزيان، كلكم بردتوا عطشكم وكلكم وردتوا بهايمكم. وعلاش مني مشي؟لقيتها ود عمتي، هاد المرة غادي نبقى نقيد باش ما نتصيدش. لا انت ماشي كتلف، انت كتقنف. ما ناقصاكش الفهامة، اللي ناقصك هي الزعامة. داكشي علاش ملي كتمشي وكتوقف قدام الجماعة كتقنف، ما كتبقاش عارف على جيتي كاع. يا وحدة هادي حطها مزيان في دماغك. جمال وقفها المخنصر، عندنا ما نقضيو. ايوا يا سيدي. دابا سيادنا ثبتنا الحجه وزكينا الكلام، وحتى يجيو صحاب السيوف الثقيله اللي لا كلام فوق كلامهم ولا حكم من غير حكمهم، عادي تنطق بالحكام. كاين شي ما يضاف على القضية ديال الأرض؟ نخليو البنت حتى هي تعاود لينا ماجرة.
عاودي مجرى. دابا عاد وليتي راجل حماده، راجل ونص كيقولوا. منين داك العود؟ من هاد الشجره؟ لا وليدي لا، راه كيقولوا منين هذيك الشوكه؟ كيقولوا من هاد الدرقه. وانتم وليدات، واخا انا باقي ما فرجتش بيناتكم شكون هو عزوز وشكون هو حمادي، وليني انا غنتهلا في عزوز وغنبر حمادي. وانا تا وليدي هو كلشي، سمعتيني؟ قول لي التوما، هادشي ما فراس حتى شي حد. لا نعم سيدي، نوصيكم هادشي راه خاصو يبقى سر بيناتنا. اي نعم، ما خاص يعرفوا حد، وهذاك هو الربع عدي. ايوا سيادنا الله يجزيكم بخير. البير بير جمعت سيدي بوعياد، اما الماء ديال جميع الخلايق والعباد. وارض الجموع ما كتورتش، اللي طوعها وزرعها وحصدها هو اللي كياكل غلتها. ما عندي ما يتسالك احد الدهن، فهيم وزعيم والجنون طلب منك تسليم. تبورتي الكلام مطروز والحرف مطاح، بهرتي الحضار كل شي قلق معك سوى الرباح، خرجتي راسك من جرة وفلتي عاود هاد المرة. ساليتي ياك انت لاباس، علاه راه راه والغوطو راغي عليا انا وحدي اللي ما داير والو، وهذاك اللي كلا الراس وناس في البطانة عبر خطواته راد الويل هالراسه وخايف من خياله. كلامك منظوم ولكن غامض، وخا مقد في الميزان جيني من الاخر حد يدان على مكدق. ايوا اليوم سيادي غادي نفرتكو هاد الرمانه وغادي نفاريو هاد المنامه خير وسلام، ياك الصراحه راحه، ولكن ما كيبغيها حتى واحد، كتجينا مره والكلام صحيح الفصيح كيجينا فضيحه. ايوا الا كانت هاد الجلسه غتكون غير بحال سوق الغفله غادي نريبوها. وحنا نعمس ودرنا الواجب وما علينا في طمع. حنا نعمس سيدي درنا غير لازم اللي يلزم، والله شاهد علينا نعمس سيدي، والله شاهد علينا نعمس سيدي. ومالكم حشمانين دويو، قولوا اش خاصكم. يا ودي قولوا 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 اش خاصكم، قول ما تحشموش. وهو ما خفاك شيء نعم سيدي، بغينا نحركو ونغنمو من فضل الله وفضلكم. وتزطو ايه تقدو تدافعوا على راسكم مزيان. ايه نعم سيدي. هاي هادي راه الحركة، وراه اللي تفرما كيبقى تما. رسول الله وانا عمس وحزمنا ورزمنا وول علينا، وانا وخويا حماتي كبرنا في المعبزة والمدابزة ودق السيف. يا كيس اليوم يا سادة يا كرام غادي تشهدوا وتعرفوا علاش ومناش حديد دان هربان. اليوم يا سادة يا كرام اليوم غادي نصوتوا على الكانون ونهريوا المعون ونكشفوا المستور باش يحشم اللي داير علاش يحشم، واللي غدر وخان يبان فيه البرهان. انا صوتي باح وغادي يزيد يبحاح، وغادي نجيكم من الاخر، ما بقى عندي ما يتقال، تقاضى الكلام والهضره. مالكم كتشوفوا فيا؟ ها
مالكم قابليني مخرجين كينيكم فيا ها وحالين فمكم فيا صافي سكتوا ما بقى عندكم ما يتقال هلوا وحلوا وصلوا على النبي عاودوا صلوا على النبي زغرتوا الزغرتات ديدان هذيك مهمته وهذاك الشيء على صيفطوك لعندو انا على ما بالي ندموا على صيفطوني ونتمنى وكون غير ما لقيتوش وانا لقيتو وكون غير ما جبتوش علاش يمكن يكونوا كيغيروا منو زعما اسمع ولدي عياد كل واحد صالح لحاجته وإلا كانوا نواعر حديدان ما صالحاش راه ما موال ماشي غير اليوم هما اما سر حديدان في حيلته ما عرفتش ما غير شميت وحسيت دابا راه ولا كيدخل معاهم شي تفاصيل اللي كيقلب الحجر ويهبش الا ما لسعتو عقرب يضربو حنش مش نقاش هادا مزيان كلشي هو هداك كيقولوا سيادنا الاولين اللي دار الدرب يستاهل الحومه اش يستاهل الحومه ها العقوبة ها مول العقوبة وشكون مول الدن؟ لا وحتها حتى نيست منكم وسخت عليكم ياك عزيزي كنت شوف اش داز علينا حنا على قبلك راه شفنا اللي ما عمرنا شفناه وعشنا اللي ما عمرنا عشناه شفنا القمره في عز النهار ودلحنا في الخلا والقفار صافي الخلا خليتي علينا وصافي سكت واش تقني تقني اش داكشي شكون نتوما اش باغين عندنا ما تخافوش حنا غير حطابه شكون اللي كتفكم ودار فيكم هاد الحاله غير شي قطاطه هي قاطعين يد من يد الرحمن لقينا بهم في سوق الغفله وداروا فينا هاد الهضره ها العراسي ديالنا مزوقه فيك غير امنوا علينا ونوريكم الخزين فين كاين بعد مني قول لي واش خويتي المزيوده في مره ولا باقه مدفونه شي حاجه اخرى وصافي سيدي والله ما كذبت عليك ها هو هزوا داك الشيء وتبعوني شي قاتك شريت تسرق منا كاين لا ما عرفتش أدخل روح من قلبكم أدخل روح أشان أبقب هندخلوها معنا لا خليوها معلوم دخلوها يلا طلق طلق راس قبل ما يفيقوا يلا يلا تبارك الله عليك دماغك مازال خدامة راه ليا قوت أجرك على الله ولكن خدامة في تحرميات زيد نهزو نسرق ونزيدو بحالنا يلا زيد زيد
يا ودي غير درت راسي وتباتك وخليت عزيزي وسمعت فيه. عزيزي 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 طيبتي لي قلبي بعد عزيزي. اللي سرقوني كاينين في السوق. نجي نخوي السوق. انا غادي نشنق عليهم ونضرب بهم بوق ونضرب لهم الشر والبنجي. لا يا اسحاق لا يا الخلاق هذيك الطفله هي وداك المفروح ها خليهم هذوك حسابهم معايا على الاخر. بوعليهم بوعليهم يلا نهربوا نتخبوا. يلا زيد تبعي. وانا ملي شفتكم في سوق الغفله قلت هادو جاو يبيعوا المشروق. اللي سرقك عزيزي راه هي مرتك، اما حنا هنا باش نرجعوا لك المسروق. وجبنا لك الشوق عزيزي الشوق. ايوا تنتوما مقطرين ليا من عويناتي. حتى هكاك. ودابا خصنا نديروا شي حيله باش صحاب دعوتنا ما يفلتوش لينا. دار الصابون هي هادي اللي حصل يودي. بارك الله على السي العلاف. ها شتك مازال هز كتافك و بحال شي حسكه ودير راسك بحال اللي كاع ما خايف. ما عنديش منه شنو نخاف، ما خايفش انا. شنو زعما بغيت نكر وتقول باللي ما داير علاش تخاف؟ لا لا حيلة مع الله، والله حرام. إلى ظهر الحق ظهرت الباطل. بركة العلاف، وما تنساش باللي راك واقف قدام السياف بشرط يتساوى الميزان ويتقادوا الكتاف وندير راسي بين الريوس ونقول قطع السياف قطع السياف قطع السياف. عرفتي بلي تلاحوا في البحر غرقوا كاملين. حصلت يا الغدار ها سوقهم. راه حنايا قاتل معاهم. قلت لك سوقهم. تحرك تحرك. والله إله بوشغل إله عنده الحق. ماشي هو داك السيف اللي كنقصد، ماشي هو داك السيف اللي كنقصد، السيف اللي كندوي عليه هو اللي فيه كاع الشروط والوصاف، هو اللي قطع لي رقبتي، هو اللي قطع لي رقبتي، وانا يعني ماشي بوعدي، ماشي بوعدي، عافاك وماشي بوعدي، ماشي بوعدي، كاع اللي دار الدم يستاهل العقوبة، وهاديك الساعة سيادنا غادي نعرفوا شكون اللي يستاهل الشنقه، شكون اللي يستاهل يتعلق، شكون اللي يستاهل التوبه،
شفع عليه التوبة سيدنا. عافاكم سيدنا أنا مزاو. أش بالكم أجمع من اللي خضع وخفض جناح الطاعة؟ واش هالشي شفع إلا فتحنا باب شفاء؟ راح ديدن لين ما داز حضين معاه حديدن واللي دار فيه الخير يلقى حديدن واللي جبد عارو ما ينسى حديدن را هو حديدن ما قالوا فران وقد محومة هو حديدن را هو حديدن بغينا لهنا وما لقينا اللي قلنا ويهنينا ويخلينا ندخلوا سوق راسنا اللي قلنا ويهنينا ويخلينا ندخلوا سوق راسنا ونرومو المعقول Oh,